مميز. لو حضرتك صاحب قرار مكان امام عاشور، كنت ترجع الاهلي ولا الزمالك؟ هرجع للي عايزني طبعا. يعني مش معقول هروح افرض نفسي على نادي مش عايزني، مظبوط ولا لا؟ وفي المقابل في نادي تاني عايزني، لا هروح على النادي اللي عايزني طبعا. يعني في نادي انا رحت عرضت نفسي عليه وما ما ما رفض انه يحتفظ بي، وفي نادي اخر طلبني وعايزني طبعا هروح للنادي اللي طلبني وعايزني. هل هل محمد الشناوي هناك منافسه في مركز حراسه المرمى في مصر؟ ما اعتقدش قولا واحدا، ما اعتقدش. هو طبعا الشناوي نمره واحد، بيجي بعديه الشناوي احمد الشناوي. ايوه يعني صبحي لسه شويه